هاي رافل بلايز للبيع، العدد 14 واحد، العدد 14 واحد، 14 تك، على صغير على كبير على مخلف. بس انا شنو اعمارهن؟ هذن اعمارهن من 3 شهور وجوه، يعني اكو بيهن تريد تزوج بريشة العاشرة، اكو بريشة الثامنة، بالهذا الحد 4 رياش و3 رياش، اكثر شيء يمكن حتى 4 رياش. هسه راح اقرب لكم اياهن واحد واحد. زين الموبايل تعال جاي، هذا جنحه وهذا جنح، شوف هذا بعد 4 رياش، هذا الوجه، هاي جنحه، طيور كلها حلوه وصغار. هذا الجنح وهذا جنح وهذا الوجه، هذا جنح وهذا جنح وهذا وجهه. هذا جنحة وهذا جنحة، ما عندي مجال شباب احسب لكم اياهن، 4 × 4 و5 × 5 و7 × 7، مبين بالتصوير، شوفوا للعلم شباب الطير ما مخرجة، خاف واحد يسأل هاي مخرجة ولا لا، ما مخرجة. هاي وجهها، طيور من ناحية تراش شايلة نفسها، اكو طيور بيها تراش اكو بيها قليلة. هذا الجنح وهذا جنح، شوف بس هذا محزم، هذا باع له وهذا وهذا الوجه، هذا طير يعتبر عمر واحد شباب، يعني يعني اكو بيهن بالريشتين 3 رياش، وبيهن اكو بالخمسة 6، يعني اكبر واحد بسبب 3 رياش 8. طيور كلها حلوة ونشطة، شباب 14 واحد، الزوج التك ب 15، الزوج ب 30، وبيهن مجال بعد شو تريدون شباب، بيهن مجال. هذني هاي وجوههن، طبعا هسه هذا شوف انضرب، انضرب بالجفن مالته هسه من حضرتنا بالكرتون، انضرب بالجفن هذا، هاي شوف بعينه النقر مال النقروف بالجفن. هذن الطيور هاي وجوههن، هاي حلوات كلهن ان شاء الله، ومثل ما شفتون بالتصوير ان شاء الله واضح، هذا اني الزوج ب 30 بيهن مجال،
اللي انا قلت لكم على السعر النهائي راح تقلي عامل لي توقع له جزمه تعال طب تدلل وان شاء الله اسهل وياك ونقدر جيدكم. تريد بعد عدي بعد عدي بعد امايات وعدي بعد بنات بناتهن. شوف عدي من ذني ذنهم بيهن اطلع من عندهم ثلاثه لو اثنين ذبيحن. خلي بالك هذن هم للبيع. اطلع من عندهم اربع ازواج لو خمسه بذن انتظر انتظر ذني كبرا وانتظر بناتهن كبرا انتظر ذني همه هذن جاي لقطا بعدين تقريبا نقول احنا نقول كبرا هذن الصغار بنات هذن اثنين هم للبيع انتظر ذني همه. هاي لا ما ابي احنا ذن الزوج بس ابيع بناتهن. انتظر ذني بناتهن هاي طلعت فوق انتظر ذني هاي الطيور حتى السود همه اللي ريتنها موجودات للبيع. هذن هم السود وياهن. يلا شباب